مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة في الذاكرة، ويسرني أن أستضيف هذه الحلقة الدكتور ميخائيل نيكيتين. دكتور نيكيتين، مرحبا. طاب يومكم. قبل أن نبدأ موضوعنا الأساسي وهو تشكل المادة العضوية وظهور الحياة على الأرض، لا يسعني وأنا في لقاء مع متخصص في علم الأحياء إلا أن نطرح سؤالا حول الموضوع الأكثر إلحاحا اليوم، وهو فيروس كورونا. ثمت العديد من الروايات التي تتحدث عن منشأ هذا الفيروس استنادا إلى نظريات المؤامرة، منها على سبيل المثال فرضية تزعم أن هناك مختبرات سرية في الصين وغيرها قد أنتجت هذا الفيروس وقد خرج عن السيطرة أو تم إخراجه بشكل مفتعل. سؤالي هو: اليوم لم تتمكن البشرية من أن تصنع في المختبرات نموذجا لنشوء الحياة على الأرض، ولكن ربما استطاع العلماء تعديل الفيروسات لصنع كوفيد 19 في مختبرات سرية. هل هذا الافتراض واقعي برأيك؟ باعتقادي فيروس كورونا هذا لم يصطنع في المختبرات. أولا، في الغالب هذا الفيروس تطور من فيروس أصاب نوعا من الحيوانات، خفاشة مثلا. وثانيا، لو أن بعض مصنعي السلاح البيولوجي سبق أن قرروا استحداث كوفيد 19 لأخذوا كأساس لعملهم فيروسا موجودا في الطبيعة في الأصل. حسنا، ولكان هؤلاء عدلوا في ذاك الفيروس بحيث يكون أكثر سرعة في إصابة الناس بالعدوى مثلا، أو أن تطول حضانته، أي عندما لا تكون الأعراض واضحة، بينما العدوى السارية تصيب البشر. العديد من مصنعي السلاح البيولوجي وخاصة مركز فيكتور العلمي في ضواحي نوفوسيبيرسك الروسية يعرفون كيفية تصنيع الفيروسات، ويتقنون هذا منذ زمن بعيد، منذ التسعينيات أو الثمانينيات. وهذه ليست مهمة معقدة للاختصاصيين، أي أن يأخذوا فيروسا موجودا في الطبيعة ويعالجونه لجعله أكثر شراسة وخطورة. ولكن إذا تكلمنا عن فيروس كورونا الحالي، فأنا لا أصدق أن أحدا ما عمل على خلقه في المختبرات. هناك بضعة تفاصيل تدل على ذلك. ولكن ما هي أهم المعطيات التي تدل على ذلك؟ منها أولا أن بروتين فيروس كورونا شوكي. لكي ينضج هذا البروتين ويصير نشطا، يجب شطره أو تحطيمه بواسطة إنزيم خاص هو الفيورين. يقوم الفيورين بتقسيم البروتين في مكان التقاء الأحماض الأمينية المقترنة. هذا المكان وكأنه علامة خاصة، بواسطتها يعرف الفيورين في أي مكان يجب شطر البروتين وهل يجب شطره هنا أم في مكان آخر. هذه العلامات ليست لها دلالات محددة دائمة. مثلا البروتين الشوكي عند كورونا له علامة لا يعرفها إنزيم الفيورين، والأكثر لم يرى أحد من العلماء مثل هذا البروتين من قبل. فإذا أراد أحد ما صنع بروتين قابل للانشطار الفعال للتحطيم بالفيورين، كان صنعه بطريقة أخرى. وهذا ينطبق على فيروس كورونا أيضا؟ نعم، لأن الجميع على علم بالمعطيات المتعلقة بعلامات البروتينات التي يشطرها ويتعرف عليها الفيورين. بوسعي خلال دقائق أن أستخرج هذه المعلومات من قواعد البيانات، ولكن علامات الانشطار بواسطة الفيورين الموجودة في بروتين فيروس كورونا لا أحد يعرفها، ولم تكن أبدا في دائرة اهتمام العلماء من جهة، ومن جهة أخرى تعمل على نحو فعال جدا. ولكن أليس بإمكان مختبرات سرية ما أن تحصل على معلومات أو معطيات ولا تتقسمها مع أحد، لا في المؤتمرات ولا في غيرها من الأوساط العلمية العلنية؟ فإذا كانت المختبرات سرية أصلاً، فبطبيعة الحال لن تشاطر أحداً ما تقوم به من نشاطات، أليس كذلك؟ سأوضح المسألة. ما هي المعطيات التي قد تكون سرية؟ طبعاً هي المعطيات عن استمرارية جينوم فيروس ما استنبط في هذا المختبر أو ذاك، لا أحد سينشر هذا، هذه فعلا معلومات سرية. أما كيف يعمل إنزيم الفيورين وأي بروتينات تحديدا سيتعرف عليها ويشطرها، هذا ما يتحدث عنه ويشتغل عليه العلماء منذ 30 عاما في مختبرات علنية في كل العالم. وإذا ما قرر مختبر سري ما إنتاج فيروس كورونا، فمن الأسرع والأسهل له أن يأخذ النموذج العلني والمعروف. ولكنهم بهذا الشكل سيفضحون أنفسهم. كثيرون يدرسون ما هو معروف. وهل هذا هو المعيار الأساسي الذي يشير إلى المنشأ الطبيعي لفيروس كورونا؟ المعيار الأساسي للمنشأ الطبيعي لفيروس كورونا هو احتواؤه كمية كبيرة من وحدات شفرة البروتين الوراثية. استبدال وحدات ما داخل الشفرة لا تنجم عنه تغيرات على شفرة البروتين ذاته. لنأخذ مثلاً جزيئات الحمض النووي أو الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين، اللذين يشفران البروتين.
يجري التشفير بثلاثة نيوكليوتيدات، ولكن النيوكليوتيد الثالث ليس هاماً في العديد من الحالات، وإذا استبدل بغيره فلن يغير هذا تسلسل الأحماض الأمينية في البروتين، ولكن استبداله بآخر ليس عملية تتكرر كثيراً. أما عند فيروس كورونا كوفيد-19 فكثيراً جداً ما تحدث مثل هذه الاستبدالات مقارنة مع أقرب الفيروسات إليه، وهذه الاستبدالات فضلاً عن ذلك موزعة بالتساوي في كل جينوم فيروس كورونا المستجد هذا، أي أن عددها الإجمالي يقدر بالآلاف. خلق مثل هذا العدد من استبدالات النيوكليوتيدات اصطناعياً عداك عن نشرها في كامل الجينوم عملية مضنية وطويلة الأمد جداً وليست متقنة بعد. إن إعداد أرومة مقاتلة من هذا الفيروس بحيث يغدو سلاحاً بيولوجياً يصيب البشر بعدواه كان سيستغرق سنوات طويلة في هذه الحال. أما استخدامه في عمليات تخريبية فأمر يتصف بصعوبة كبيرة. ولكن على العموم بضع سنوات ليس بالكثير، وربما المقاصد تستحق هذا العناء. عفواً، ولكنني لا أرى أن هناك مجموعة من البشر يمكن أن تجني فائدة من هذا الفيروس. مثلاً مختبر ووهان درس فيروسات كورونا الحيوانات لأن البؤرة الطبيعية لفيروس كورونا هناك. لن يصاب أحد بالدهشة إذا علم أن في منطقة الشرق الأقصى الروسية مختبراً يدرس فيروس التهاب الدماغ الذي يحمله القراد. نعم، فهناك تقع البؤرة الطبيعية لهذا المرض، وفي فولغاغراد يعمل معهد البحث العلمي لمكافحة الطاعون لأن الطاعون في سهوبه تلك المنطقة، وفي ضواحي ووهان الكثير من الخفافيش المصابة بفيروس كورونا. ولكن لماذا لم ينتقل هذا الفيروس إلى البشر سابقاً؟ السكان المحليون يستعملون الخفافيش في غذائهم منذ زمن بعيد، ولكن حتى الآن لم يكن الفيروس ينتقل إلى البشر. كيف ذلك؟ لكي تنتقل العدوى من الحيوان إلى الإنسان يجب أن تتزامن عدة أحداث مختلفة كالذي حدث مع الفيروس التاجي ميرس. في البداية كان هذا الفيروس يصيب الجمال فقط وكانت تتحمله بسهولة، أما نسبة الوفيات بسببه عند البشر فبلغت أكثر من 50%، لكن هذا الفيروس لم يتكيف بحيث ينتقل من إنسان إلى إنسان، ولا أن يتسبب بسعال حاد مع رذاذ يحمل أعداداً كبيرة منه إلى الوسط الخارجي. ولهذا عندما يصاب الناس في الشرق الأوسط بهذا الفيروس ويموتون أحياناً فهذا يعني أن العدوى انتقلت إليهم من الإبل حصراً. نعم، هذا الفيروس لحسن الحظ لا ينتقل من إنسان إلى إنسان، وإلا لقتل البشر بسرعة فائقة. لكننا الآن نعلم أن هناك فيروسات أخرى تقوم بذلك، مثلاً هناك فيروس جدري البشر المعروف بكل ما يثيره من أسى. كان هذا من أفظع الأمراض في العالم القديم والقرون الوسطى، وتم التغلب عليه بفضل اللقاح. عمر الفيروس 4000 سنة على الأقل، وقريبه المباشر نسبياً هو فيروس جدري البقر، وهو تحديداً الذي استعمل في صنع اللقاح المضاد لجدري البشر. وهذا الفيروس لا يصيب بالعدوى البقرة فقط، بل مئات من الحيوانات الأخرى أيضاً، لكن إصابتها تكون خفيفة لا تسبب لها عواقب خطيرة. أما الجدري البشري فكان يقتل الكثير من المصابين، ومن يبقى على قيد الحياة حوالي 20% كانوا يفقدون البصر، لذا كان الناس يخافون الجدري. يعتقد أن 3 فيروسات تطورت من عائلة واحدة قريبة من الجدري، وذلك في إفريقيا قبل حوالي 4000 عام، وكل واحد منها كان يصيب نوعاً جديداً واحداً فقط. هذه الفيروسات هي فيروس جدري الإبل وجدري الجربيل الإفريقي وفيروس جدري البشر، كل منها يتخصص في نوع واحد فقط. جدري البشر لا يصيب أحداً غير البشر، وجدري الإبل لا يصيب غير الإبل، وجدري الجربيل لا يصيب سوى نوع واحد من هذه القوارض. ولكن بالنسبة لجميع حاملي الفيروس هؤلاء تتصف الإصابة باشتداد المرض وسرعة انتقال العدوى، وتتوقف درجة انتقالها تحديداً على التوازن الهش داخل أي فيروس أو بكتيريا طفيلية، وهذا توازن بين فعالية الإصابة بالفيروس وسرعة قتل حامليه. إذا كان الفيروس يقتل بسرعة ولكن إذا كانت فعالية العدوى به ضعيفة يتلاشى الوباء من تلقاء ذاته، لذا فإن الكثير من أشكال العدوى القديمة التي ترافق البشرية منذ ما قبل التاريخ
يمكن وصفها بالبطيئة جدا كالجذام والسل وحتى فيروس نقص المناعة البشرية، كلها تتطور على مدى سنين وعشرات السنين. صحيح أنها تقتل البشر أيضا لكن ببطء شديد، والمصابون حتى قبل أن يشتبهوا بالإصابة قد ينقلون العدوى إلى كثيرين غيرهم. وكل أشكال العدوى الطاعون الجدري والآن كورونا هي فيروسات اكتسبها الإنسان منذ وقت قريب نسبيا، انتقلت إلى الإنسان من الحيوان. عمر الجدري 4000 عام وعمر الطاعون حوالي 7000 سنة. وهناك أمثلة أخرى عن السلوك المختلف للفيروسات التاجية. الأطباء البيطريون في العالم كله يعرفون مثلاً فيروس كورونا القطط، إنه عدوى فيروسية شديدة الوطأة تصيب الأمعاء، وحتى الآن لم ينتج لقاح مضاد لها. ويرى العلماء أن هذا الفيروس صار يصيب القطط منذ مطلع القرن العشرين. وماذا بشأن مناعة المجموعات الإثنية المختلفة؟ هل يمكن القول أن الصينيين مثلاً أكثر صموداً في وجه الفيروس التاجي من أبناء العرق القوقازي الأوروبي مثلاً؟ لا، هذا غير وارد، لأن هذا الفيروس التاجي جديد لكل البشر بالدرجة نفسها. هناك فرق من حيث العمر، الفيروس أكثر خطراً على الذين يتناولون أدوية لخفض الضغط، عند هؤلاء يتضاعف عدد المستقبلات التي يتشبث بها هذا الفيروس بسرعة. وهناك معلومات تقول إن الرجال أكثر تعرضاً للإصابة من النساء وبدرجة أشد. مؤخراً قرأت مقالة جاء فيها أن القطط قد تصاب بالعدوى بفيروس كورونا البشري، ولكن مرضها يكون خفيفاً أو بلا أعراض. وكما تعلم ترددت أنباء عن أن فيروس كورونا اكتشف عند نمر في حديقة حيوان أمريكية. فيروس كورونا بشري؟ نعم، كورونا بشري. يا سلام. أصيب النمر بالعدوى من الموظف الذي كان ينظف القفص، والموظف نفسه أصيب بالعدوى في المدينة لا في حديقة الحيوان. طيب، لدي سؤال عملي. تلك التدابير التي تتخذ في العالم لمكافحة فيروس كورونا غير مسبوقة خلال أكثر من قرن، فهل لها ما يبررها؟ أم أن وسائل الإعلام تغالي في التعاطي مع هذه القضية؟ ما رأيك؟ يمكننا طبعاً أن نقارن أرقام الوفيات بسبب فيروس كوفيد-19 بأرقام وفيات السل أو الإيدز، فنقول إن تدابير المكافحة الآن مبالغ فيها، وفي الحقيقة يموت بسبب السل عدد كبير جداً من البشر، ولكن لسبب ما لا أحد يفرض حجراً عالمياً. يبدو لي أن المسألة تكمن في بضعة أسباب. الفيروس التاجي المستجد شديد العدوى أولاً، وخطير ثانياً، خاصة على المسنين. وليس سراً أن ذوي المكانة الاجتماعية الرفيعة في عالمنا المعاصر الذين يتوقف عليهم اتخاذ القرارات الهامة ليسوا من الشباب بشكل عام، ولذا لا يمكنهم الشعور بالأمان مع هذا الفيروس. الشخص الميسور الذي يعتني بصحته لا يصاب لا بالإيدز ولا بالسل، وهما لا يشكلان تهديداً له، بينما الفيروس التاجي المستجد يشكل تهديداً له بالفعل، وخاصة للمسنين. الآن باتت معروفة للجميع قصة مطرب روسي شهير الذي أصيب بهذا الفيروس. أعتقد أنه آنذاك كان عائداً من أمريكا أو أوروبا. نعم، كان عائداً من الولايات المتحدة. بعد عودته ذهب إلى حفلة تحضرها كثير من الشخصيات المعروفة في مجالي الفن والسياسة، وصافح الجميع، ومنهم دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي لدى الرئاسة الروسية. فتصور كم كان محتملاً لهذا الفيروس أن يختصر طريقه ليصل إلى آخرين من كبار الشخصيات الروسية. أي أن التدابير التي نراها مبررة بما في ذلك، لأن من يتخذها من المسؤولين يدركون خطورة الفيروس عليهم قبل كل شيء. نعم، خافوا على أنفسهم. واضح، ولذلك تتخذ هذه الإجراءات. طيب، ختاماً لموضوع فيروس كورونا، أود أن أدقق في أي مرحلة استطاعت الفيروسات التي تسببت بظهور الجائحة والوباء أن تتبدل وتتطور بحيث تنتقل من الحيوانات إلى البشر؟ فعلاً، في التاريخ كثير جداً من هذه الأمثلة. القسم الأكبر من فيروسات البشر انتقلت إلينا في لحظة ما من الحيوانات، فكيف تسنى ذلك؟ ظهر الكثير من هذه الفيروسات المتحولة في تلك الفترة من التاريخ عندما تعلم البشر تربية الحيوانات. التقط البشر العدوى من الحيوانات التي دجنوها واستخدموها في الزراعة كالبقر والخيل والإبل. مفهوم، حسناً. إذن لندخل في موضوعنا الأساسي. استمتعت كثيراً بقراءة كتابك نشوء الحياة من السديم وحتى تشكل الخلية. وعلى فكرة، قبل أن أتعرف إليك ونظراً لحجم المواد التي قدمتها في كتابك، توقعت أن عمرك حوالي 80 عاماً.
وقد دهشت جدا عندما تعرفنا ووجدت أننا في نفس العمر تقريبا. أيا كان الأمر، كتابك فعلا يحتوي على كمية هائلة من المواد العلمية. ولنبدأ من الفصل الخامس من تاريخ التصورات النظرية عن أصل الحياة على الأرض. إذا تناولنا هذه المسألة بأقصى حد من الاختصار، كيف فسر علماء القرون الوسطى والعصر الحديث منشأ الحياة وظهورها على الأرض؟ وآنذاك أصيبوا بفيروساتهم أيضا. نعم بالفعل، يعني كيف بدأوا بتفسير ظهور الحياة على الأرض؟ أي مما بدأت نظريات ظهور الحياة البديلة لنظرية الخلق؟ ليس بالسؤال السهل، أليس كذلك؟ نعم، كان لقدماء العلماء، بالأحرى لقدماء الفلاسفة الطبيعيين، رأي مفاده أن الحياة كانت موجودة دائما ولم تكن ثمة أبدا لحظة خلق، وأن العالم أبدي أزلي، والأرض أزلية، والشمس أزلية، وهذا يعني أن كل مظاهر الحياة أزلية، بمعنى أن جميع أشكال الحياة كانت منذ الأزل على النحو الذي رآها فيه علماء ذاك الزمن. نعم، وبموازاة ذلك كانت هناك تصورات عن أن الكائنات الحية يمكن أن تولد على مرأى من الإنسان بالمعنى الحرفي للعبارة، وذلك في ظروف ملائمة بفعل قوة ما خالقة للحياة منتشرة في كل مكان. مفهوم. هناك أمثلة معروفة على ذلك، أكد علماء الماضي السحيق مثلا وجود فئران تولد في مصر من الطمي الذي يبقى بعد فيضان النيل، وحتى التماسيح على حد الزعم تخلق من هذا الطمي. فهل تتصور أي قوى خالقة كانت في هذا النهر باعتقاد القدماء؟ والبشر أيضا كانوا موجودين منذ الأزل؟ نعم، كانت هناك مثل هذه الآراء، وأن وجود البشر أزلي، وهم ببساطة لا يتذكرون هذا التاريخ لأنه في لحظة ما حل زمن الانحطاط والنسيان. وبحسب نظرية النشوء والارتقاء، أي بعد ظهورها، كيف صار يفسر أصل الحياة؟ من المفهوم أن الاصطفاء الطبيعي أخذ ينتشر في أوساط العلماء، وسؤالي كيف فسر تشارلز داروين وأنصاره وزملائه وشركائه في الرأي لأنفسهم وللآخرين مما بدأ كل شيء؟ داروين نفسه لم يبدي اهتماماً كبيراً بهذه المسألة، كان اهتمامه منصباً أكثر على مجريات الحياة في اللحظة الراهنة، والأكثر من هذا قدم في كتابه أصل الأنواع وصفاً نزيهاً لحقيقة معروفة للجيولوجيين الذين يشتغلون في التنقيب، وهي أنهم لم يكتشفوا في الصخور أي مستحاثات أو حياة عموماً أقدم من الحقبة الكامبرية، أي قبل حوالي 570 مليون عام. وبدأ من تلك الحقبة ظهر الكثير من مخلفات النشاط الحيوي، وكأنه من آثار فعل الخلق الذي حدث في لحظة معينة، أي أن الحياة الحيوانية على الأقل لم تكن موجودة خلال فترة طويلة، وفيما بعد ظهرت فجأة. كان من الصعب فعلا تفسير ذلك عند هذا المستوى من تطور علوم الجيولوجيا، لكن علم الجيولوجيا تقدم وتطور بقوة منذ ذاك الزمن، وظهرت طرائق جديدة أكثر دقة في تحليل الصخور، وتعلم الجيولوجيون كيف يجدون أثار حياة في الصخور الأقدم من الحقبة الكامبرية، ومن ضمن ذلك اكتشفوا حصائر بكتيرية متحجرة يعثر عليها في الصخور في جميع الحقب عمليا وصولا إلى العصر الأركي المبكر قبل 4 ملايين عام تقريبا. أكرر، داروين لم تكن تشغله كثيرا مسائل ولادة الحياة، ولقد كتب طبعا عن إمكانية وجود حوض مائي دافئ صغير في قديم الزمان كان من المحتمل أن تولد فيه حياة بظهور خلية من مواد ملائمة، ولكن نظرا لأن البيوكيمياء كانت أنذاك في حالة جنينية لم يكن بوسع داروين ولا أحد من معاصريه أن يقول شيئا أكثر تفصيلا. واضح. استطاع العلم أن يقول شيئا أكثر دقة في القرن العشرين، وأول من قام بهذا عالم الكيمياء الحيوية ألكسندر أوبارين وجون هولدن. لقد حاولا بحسب ما أذكر من كتابك أن يفتعلا في المختبر عملية التشكل العضوي من اللاعضوي، صحيح؟ لقد حاولا إعادة إنتاج بعض مراحل ظهور الحياة، لكن الأكثر شهرة التجربة الكلاسيكية التي قام بها الكيميائيان الأمريكيان ستانلي ميلر وهارولد يوري. ركبا جهازا مؤلفا من دورقين متصلين بأنابيب زجاجية ليكونا دورة واحدة متصلة. في الدورق العلوي مزيج غازات يحاكي تركيبة جو الكرة الأرضية القديمة. بقي هذا الجهاز يعمل بضعة أيام، بعد ذلك قام الباحثان بتحليل النتيجة، وبالفعل حصلا بطريقة اصطناعية على مواد تدخل في تركيب الخلية الحية كالأحماض الأمينية.
مفهوم، ومن وجهة نظرك ماذا أثبتت هذه التجارب؟ هل كانت أول خطوة لإعادة إنتاج الحياة على الأرض؟ أثبتت تجربة ميلر ويوري كما أرى أن الأحماض الأمينية يمكن الحصول عليها من مزيج غازات يغلب فيه الميثان والأمونيا، وهو المزيج الذي أجريا التجربة عليه، ولهذا علاقة بعيدة جدا بأصل الحياة على كوكبنا، لأن الجيولوجيين واثقون أن مثل هذا التركيب الجوي لم يكن موجودا على الأرض أبدا. الجو عندنا يغلب فيه غاز ثاني أكسيد الكربون، من مثل هذا الجو لا تنتج أي أحماض أمينية بواسطة تفريغ شحنات كهربائية. هذا أولا. ثانيا، هناك أساس لاعتبار الأحماض الأمينية لم تكن في البداية كما هي الآن مادة البناء الأساسية لأولى أشكال الحياة، بل أن النوكليوتيدات هي التي كانت بمثابة لبنات الحمض النووي والحمض النووي الريبوزي. طيب، لننتقل إلى الفصل التالي من كتابك. أوردت فيه بضع أفكار تبين تعقيد نظرية ظهور المادة العضوية من اللا عضوية. تقول إن جينوم أبكر البكتيريا التي تعيش مستقلة يتألف مما يزيد عن 1,000,000 نيوكليوتيد. نعم. ويشفر الجينوم أكثر من 1,000 بروتين. بعبارة أخرى، تحتوي خلية البكتيريا على ميجابايتات من المعلومات، وعمل هذا الجينوم يتطلب وجود منظومات جزيئية خاصة لتجميع البروتينات ونسخ الحمض النووي وتوفير الطاقة ووسائل للضبط والتحكم. هذه المنظومة على قدر من التعقيد عال جدا، وعلم البيولوجيا لا يعرف منظومات ذاتية التكاثر أبسط منها. ثم تستشهد بنظرية معروفة بتعقيد لا يمكن اختزاله، Irreducible Complexity. هذه حجة لأنصار نظرية الخلق. نعم، ثم تستشهد بعالم الفيزياء الفلكية فريد هويل الذي بسط شرح هذه النظرية بالتشبيه التالي. قال إن نشوء الحياة بشكل عفوي أمر محتمل كاحتمال التجميع العفوي لطائرة بوينغ أثناء هبوب إعصار قرب مكب لقطع الغيار المستهلكة. فهل تتفق في الرأي مع فريد هويل؟ أنا أتفق مع فريد هويل بمعنى استحالة تجميع خلية من جزيئات بطريقة عفوية، لكن هناك الكثير من الأسس للاعتقاد بأن الحياة نشأت بطريقة أخرى، ولم يكن هناك ظهور فجائي لخلية تامة دفعة واحدة. عند داروين هناك الانتقاء الطبيعي الذي بدأ من منظومات أبسط من الخلية بكثير. نعم، وهنا من المحتمل أن تتحد هذه المنظومات البسيطة عشوائيا. ومع ذلك تقول في كتابك إذا كان الاصطفاء الطبيعي لا يبدأ إلا من ظهور الخلية الأولى، فإن تشكل هذه الخلية بطريقة عفوية يتطلب وقتا هائلا يفوق عمر الكون مرات عديدة. فهل هذا الأمر ممكن؟ في كتابك تنشر كثيرا من النظريات المختلفة عن ظهور الحياة على الأرض، وضمن نظرية البانسبرمية أو التبذر الشامل. ويقول بعض العلماء أن الحياة بمستوى ما بدائيا جدا قد تكون وجدت زمن وجود الكون نفسه، أما أن الأمر ضعيف الاحتمال، ما رأيك؟ هذا ضعيف الاحتمال طبعا. نحن جميعا نعرف أن الكون في اللحظات الأولى بعد الانفجار الكبير كان شديد الحرارة، كان حارا إلى درجة لم يكن بالإمكان أن توجد لا الجزيئات ولا الذرات، بل الجسيمات الصادمة فقط في هذا العالم المفرط في حرارته. لم يكن طبعاً ممكناً أن يعيش أي شيء عضوي. طيب، وكم من الوقت بتقديرك تطلب تشكل جزيئات الحمض النووي الريبي أو الحمض النووي ريبي مثلاً؟ مليارات السنين؟ بحسب المعطيات المتوفرة لدينا الآن وبالدرجة الأولى بناء على المستحثات في أقدم صخور الأرض، فإن آثار الحياة الميكروبية ظهرت قبل حوالي 4 مليارات سنة، أي أن مرحلة ظهور جزيئات الحمض النووي الريبي انقضت بسرعة كبيرة. بعدها ظهرت حياة الخلية التي عمت كل الكوكب. تقصد أنها انقضت بما يكفي من السرعة إذا قارنا هذه المدة بعمر الأرض؟ نعم، أي أنك تستبعد نظرية نقل الحياة إلى الأرض من الفضاء الكوني بواسطة النيازك. ليس هكذا بالضبط، كان يمكن أن تنقل، ولكن بحث العلماء عن براهين في النيازك لم يسفر حتى الآن عن العثور على أثر يثبت أن الحياة في الفضاء تشبه الحياة على الأرض ولو بشكل ما. أي لا يجوز فوراً نفي نظرية الحياة خارج الأرض، ولكننا حتى الآن لم نعثر على أثار مباشرة لبذور الحياة علماً بأننا بحثنا عنها. شكراً لكم.
продолжение этой интересной и увлекающей темы про абиогенез. Спасибо огромное. Спасибо, я постараюсь найти это время, мне тоже будет بكل سرور انا مستعد لمناقشه المواضيع الاخرى معك. شكرا. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا الى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقه مع الدكتور ميخائيل نيكيتين. في امان الله.